قبل ما ابتدي حلقتي النهاردة كنت حابة اعرف الناس اللي بتتضايق من الترجمة اللي بتظهر على شاشة الفيديو ازاي تخفيها. لو الترجمة اللي ظاهرة دي مضايقك تقدر ان انت تخفيها عن طريق العلامة اللي موجودة قدامك دي، مجرد ما بتضغط عليها كده الترجمة بتتشال من قدامك وبتقدر تشوف الفيديو بشكل اوضح. ممكن تكون العلامة دي موجودة عندك وممكن يكون موجود عندك حرفين سي سي ورا بعض، تقدر تضغط عليهم برضو، مرة بتظهر الترجمة ومرة بتتشال. لو عايز الترجمة تظهر لك بأي لغة تانية بتضغط على علامة الترس دي وبتختار الترجمة او الشرح وبتختار اي لغة انت عايز. نبدأ مع بعض حلقتنا النهاردة ونشوف هنعمل ايه. المشكلة اللي احنا هنحاول نحلها في حلقتنا النهاردة هي مشكلة الترقيم التلقائي وتفاعله مع الفلتر. دلوقتي لو انت عندك شيت اكسل وفي ترقيم تلقائي موجود قدامك كده او رقم مسلسل، فدلوقتي انت عندك مجموعة من المناطق، نفترض مثلا ان احنا هنعمل فلتر على المنطقة دي، فمجرد ما بتفتح الفلتر كده وتختار المنطقة دي وتضغط اوكي بتلاحظ ان ظهر معاك الفلتر بالشكل ده 8 9 10، يعني الترقيم ما ظهرش معاك بشكل مظبوط. انت محتاج ان انت لما تعمل الفلتر يظهر معاك الترقيم 1 2 3. يعني باختصار انت عايز لو جيت هنا كده وعملت فلتر على نفس المنطقة وضغطت اوكي يظهر لك الفلتر بالشكل ده 1 2 3. هننفذ ده عن طريق معادلة سهلة جدا على الاكسل. هتيجي هنا كده وتقف في الخلية اللي انت محتاج يظهر فيها الترقيم، وزي ما اتفقنا قبل كده في حلقات كتيرة طالما بتتعامل مع الفلتر يبقى افضل دالة هتتعامل معاها هي دالة السب توتال. هتكتب يساوي وهتكتب سب توتال، تختار سب توتال كده، وهنا هتختار الكاونت ايه، وبعدين تعمل كوما او سيمي كولون على حسب النسخة بتاعتك، وهتختار اول خلية هتبدأ من عندها العد. انت هنا هتعمل كاونت ايه او هتعمل عد للخلية دي بالنسبة لنفسها، يبقى وانت واقف على الخلية كده هتضغط على شيفت وكيف هيعمل لك نقطتين فوق بعض ويجيب لك اسم الخلية مرة تانية. اقفل الكوز بتاعك، بس خلي بالك هنا لو انت ضغطت انتر هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان هنا طلع لك الرقم 1 لانه عد الخلية دي بالنسبة لنفسها، لكن لو جيت هنا تطبق المعادلة على كل الشيت هتلاحظ ان هو ما غيرش رقم 1، لان هنا عد الخلية بالنسبة لنفسها وهنا عد الخلية التانية بالنسبة لنفسها برضو، وهنا نفس الكلام. في الحالة دي انت محتاج تثبت اول خلية وتعد بالنسبة لها الخلية التانية، فهتبقى دي رقم 1 والخلية دي بالنسبة للخلية اللي قبلها رقم 2 والخلية دي بالنسبة للخلية الاولى رقم 3. فهتروح كده على المعادلة الاساسية وهتثبت اول خلية، هتقف جنبها وتضغط على F4، هتتثبت معاك بالشكل ده، هتضغط انتر، طبق المعادلة على كل الشيت، هتلاحظ ان الترقيم معاك اتغير وبقى رقم متسلسل بالشكل ده. لو جيت هنا تطبق الفلتر، لو شلت الفلتر من على الكل واخترت المنطقة دي وضغطت اوكي هتلاحظ ان الترقيم معاك ظهر مظبوط جدا. يعني باختصار المناطق اللي انت اخترتها اصبح الترقيم بتاعها 1 2 3 بدل ما كان 8 9 10. بكده بتكون انتهت حلقتي النهاردة. لو عجبتك ياريت تدعم الفيديو بلايك وتشرفني بالاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفني. بشكركم جدا على المتابعة واشوفكم في فيديو جديد.